هذا يقول أنا أعيش في فرنسا ووالدي يخرج زكاة الفطر نقدا وأنا موجود في مكة. نعم، أخرج الفطر عن نفسك في مكة، أخرج زكاة الفطر عن نفسك في مكة من الطعام، لا من النقود، من الطعام مقداره صاع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صاع عن المسلم، الصاع من الطعام. نعم.